مرة أخرى نلتقي ببرنامج الرمضاني أيام زمان، هذا البرنامج الذي أردناه لحظات زمنية للشوق والحنين إلى تونس الماضي، تونس الأصالة، تونس الأعماق. في بداية هذا اللقاء وكالعادة ننطلق من رائعة تونسية، من الحسن القيرواني ليل الصب متى غده، بصوت فاطمة بن عرفة، جينيريك البرنامج في بداية هذا اللقاء. في ليل رمضان يحلو السهر ويحلو السمر. السمر هذه المرة وركن الذكريات مع الدكتور صالح المهدي. مع صالح المهدي سوف نتحدث عن رمضان زمان، سوف نتحدث عن الفن والخيال، وسوف نستحضر أغاني بقيت في البال. أيام زمان كانوا ساعة في تونس ما يقولوش رمضان، يقولوا سيدي رمضان. وسيدي رمضان كانوا يستعدوا له أولا من قبل بشهر،
يعملوا يبيضوا ويدهنوا ويستعدوا لرمضان. كذلك فما العولة متاع العام، لكن فما العولة خاصة متاع رمضان، يحضروا يشريوا، وخاصة مواد الحلويات وحل كل هذك يشريوها رمضان من قبل، واللي ويبداوا يهيئوا في الحويجات. المرأة اللي عندها ماكينة متاع خياطة وعندها كيفاش تبدأ تهيئ في حويجات وليداتها من قبل رمضان باش نهار العيد يخرجوا منورين. وفي رمضان هذاك تكثر التزاور بين الناس، والناس يزوروا بعضهم سواء في شقال الفطر وخاصة بعد شقال الفطر، وتقع السهريات والاحتفال في رمضان. الاحتفال فما احتفال العائلات، ولكن فما احتفال رسمي هو ما يقع في الجوامع، الأختام اللي تقع في الجوامع، ومعروف نهار الفلاني ونهار الفلاني ونهار الفلاني ختم الشيخ فلان وختم الشيخ فلان، والملك البي يجي يحضر في الختم، يحضر في الأختام المهمة كلها، 7 أو 8 أختام موجودة وذكرناها قدمها سي محمد الحبيب في كتاب الرزقي في تعليقه عليها. وبخلاف هذايا فما زاد كذلك الأسواق، الأسواق تخدم بالليل وتحتفل بالليل، وفي ليلة النصف وإلا ليلة 27 كثير من الأسواق اللي يعملوا حفلات، يعملوا سريت مولد ويعملوا حفلات كثيرة. بمن أتانا يا مرحبا، بمن أتانا يا مرحبا، بمن أتانا الهادي الهادي إلى الهدى دانا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، النور الهادي شافعنا يوم المعادي أرسله رب العباد إلى الخلائق بالديانة يا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا يا مرحبا بمن أتانا يا مرحبا بمن أتانا يا مرحبا بمن أتانا الهادي الهادي شافع هو الحبيب قدره مرافع صالته والله والله تنفع في رضا ربي مولانا يا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا. يظل الدكتور اللي شهر رمضان أكبر احتفال فني تعرفه البلاد، أكبر احتفال فني تعرفه البلاد في جميع مجالات الفن، والفنانين يستعدوا، هو اللي تتركز عليه البرنامج السنوي، لأن من رجب نبدأ في التمارين على القطاع اللي باش نقدموها في رمضان، وفي رمضان نعزفوها ونعاودوها كل يوم، تتعاود كل يوم، معناها يقع طبخها ويقع انسجام الفنانين معها انسجاما كليا. وبعد رمضان تكون هي الرصيد متاع السنة، وهي الرصيد اللي باش يتسجل، وهي الرصيد اللي يتذاع في الإذاعة، لأن ما كانتش تسجيل، كانت إذاعة مباشرة، فهمتني؟ هو مهرجان، هذا من ناحية مهرجان الطفولة، مهرجان الطفولة، لأن كل حومة فيها كراكوز، كراكوز ونمشيو باش نتفرجوا في كراكوز، اسمه خيال الظل هذاك، حجي إيواز، فهمت؟ ولا تحجي إيواز في تونس، سي كراكوز تركي في الأصل. نمشيو نتفرجوا عم رضوان، وقت يدخلوا الأولاد نداو احنا في الشارع، عم رضوان بلفتهم باش يخرجهم ندخلوا احنا، ما يعرفوش اللي كانوا احنا نتبلفتوا زاد معاهم. زاد كذلك في الحلفوين عمرو رضوان اللي لعب في الكراكوز، ايوه. زاد كذلك في الحلفوين يعملوا اسماعيل باشا، اسماعيل باشا هو الدماء المتحركه،
هذيك الاولاد الصغار والدراجح البطحه نتاع الحلفاوين هذيك كلها جماعه مراس يعبيوها بالدراجح واحتفال احتفال شعبي. وشكون الطفل اللي ما يمشيش للحلفاوين؟ خساره الحلفاوين ما عادش فيك الجو هذاك. سمعين باشا المعروف ما يخافش وما يجيش النوم وهو مقهور يعيش واقف كيف السور إلا ما نقهر دياركم ونيتم أولادكم ونعمل فيكم معمل سيد علي في الكفرة. سيدي يخطلك ويعمل لك حفرة غارق ويحطك فيها حتى لين ياكلك الدود والترى. دونك والقتال يا عدو الله. خسارة الحلفاوين ما عادش فيك الجو هذاك. فهمتني؟ حيث مهرجان الطفولة، مهرجان الغناء، فهمت؟ مهرجانات المدايح والأذكار. المدايح والأذكار في كل بقعة بخلاف القضية القرآن. أنا وعم خميس ترنان كنا نمشيو كل رمضان لابد نقضيو ليلة في السمعة متاع جامع الزيتونة في الدولة. فما الدول في جامع الزيتونة جماعة اللي يقوموا بالأذان ويقوموا بالإنشاد في عقاب الليل. علاش مجعول لهذاك حبس خاص للإنشاد عقاب الليل؟ باش المرضى متاع مستشفى العزيزة عثمانة الوقت اللي يبدأ مريض ويبدأ قلبه ضايق عقاب الليل ويطير عليه النوم يسمع من سمع جامع الزيتونة شكون يونسوا. عاد كنا نمشي وانا وعم خميس ترنان نحضروا مع سي علي التريكي ومع الشيخ محمد بن محمود ومع صديق بن عبلة وشيخ الدولة اللي نمشي لها هو الشيخ بسيس الله يذكره بالخير مازال موجود الحمد لله. بحيث احتفالات دينية واحتفالات مدائحية احتفالات فنية وغيرها. سي صالح دار الفلك من بعد طول العشرة. اي نعم دار الفلك من بعد طول العشرة والدهر حال بحال مرة بمرة. هذا من تأليف سي عبد المجيد بن جلدو وهي من آخر الأغاني اللي لحنتها المطربة الصليحة الله يرحمها. دار الفلك من بعد طول العشرة والدهر حال بحال مرة بمرة. دار الفلك من بعد طول العشرة والدهر حال بحال مرة مرة. من غربينا يجي وقتي غرة واللي جرح على الناس يجرح ليا. دار الفلك دار الفلك دار الفلك دار الفلك دار الفلك من بعد طول العشرة. نواصل هذا المشوار الرمضاني مع الثنائي منصف البلدي وكوثر الباردي في هذه السكتشات. هذه السكتشات ونذكر مرة أخرى أننا لا نريد من وراء هذه السكتشات البحث عن الضحك فحسب. هذه السكتشات هي مواقف تلفزية، هي مواقف تمثيلية للتفكير للتأمل وللفرشة أيضا. إذا مرة أخرى مع الثنائي منصف البلدي وكوثر الباردي. On n'était pas tout seul. La porte était fermée à clé de l'intérieur. Je vais pas jeter, je te dis. On ne bouge plus. Tu m'entends? Là, sois gentil, fais exactement ce que je te dis. Stop! Non! Petit col. Bouge pas! Chnou est ملا سهرية ملا حالة ملا غمة الواحد سهر مع دودمة. يزيد شيتاوة بلا دودمة هذا فيلم دوغور. عمرك ما شفت فيلم دوغور؟ إن شاء الله نشوفه الخير. سهرتني مع العبابس حس في مخي باش يطير. مش قلنا هذا نوع جديد فيلم خيالي بتاعت فرهي؟ الدنيا بالمقلوب اللي حبي يتفرهد يسهر مع سلال القلوب. ما قلت لكش يتفرج بالسيف. انا عاجبني عامل عليه كيف
اش عجبك فيه يا للا؟ هالروس تتناطر الدميات الشرتلة. شوف هذاك راسه كل حلوف والاخر مقطع طروف طروف وعيات وزيات والاخر يفزع في الاموات. شبيني انا هذه سهرية في سيدي رمضان نعديها مع العبابس والجان؟ يا والله زمان يا والله زمان هذه سهرية رمضان. شبينا هنا سهرين لبس علينا. شبينا خمسة والخميس علينا سهرية وقعدة مهمة راسنا راس دو دمة. اذيك اللي ثم دو دمة مني مش لملك انا قاعدة ولم بكري نخسر من الشباك على بعيد شفت بقعة تشعل بالضوء لازم ثم حوين تحالين وناس سهرين ما دام ثم ضوء لازم ثم شوية جو. هذه فكرة مش دوني لو كنت تخرج تعمل دورة وتبدل الجو شوي. ما توصيتي مع الأنواح هذا فاش نخمم من الصباح. قمر ليا مليح بشيشي تريح توا ناخو معايا أسبوع التباشير وبالعمارة بالعمارة كل عمارة نحط عليها أمارة. أحسن خير من اللي ترسي لك ملوح وما تعرفش منين تروح. لا عاد ما هو توا نمشي ونتبع الضوء حتى نلقى السهرية والجو. أما خير خيتي ولا هالغمة والسهرة مع دو ضمة شنو هالزمان هذا؟ يا والله زمان يا والله زمان توا هذه سهرة في سيدي رمضان. شبيك في ساعة ما جي؟ على خاطر شي ما لقيت كان الإمارات والليل وسكيت. والضوء اللي تحكي عليه كياس يحفظوا فيه والضوء اللي شفته متاع شغال ما عامل فيها جو كان الشنقال. الكياس ما وصلحو هم جو مش يحفروه ملا شي ما لقيت مثل ما كان الليل والعمارات وبطاحي معبي طوموبيلات لا كلام لا سلام لا قهوة لا حجام. أو رجعنا لحكاية الحومة والسهرية وحكاية رمضان أيام زمان وكان يا ما كان. كان يا ما كان كان يا ما كان رد خلافت علي بالسلطان ولا خرافت بوزيد الهلالي 14 قرن التالي تيدي حكاية توا توا غير الوقت علينا تقوى. رجعنا للذكريات. ذكريات تحكي البارح في الأيامات في لمح البصر عالم اتبدل وغبر فين الحومة والسهرية وقعيدة في العباسية وجماعة عاملين كيفية على ديسكو منيرة المهدية. رقعة شطرنج والناس ملمومة طرحوا كبير بين حمدة وعم سلومة قالوا كش قالوا مات وطلعوا ببعض اللعبات وفات اللي فات وطارت ليامات. وأنا صغير نعقل على الشيخ البشير عنده مجلس فقه وتفسير. الشيخ البشير علامة نحرير يتقابل مع الشيخ العلامة الفهامة الدقيانوس ويرجع لحديث معلوم للشيخ بحر العلوم. سهرية في سيدي رمضان والحومة ألوان ألوان قدرية تيجانية ومرأة كبيرة على طبلة مثنية
تغني عالتيجاني اللي سافر للمغرب وما جاني. جنا شريف ومن عين ماضي داير وضيف وراختي فوضوى كل وطني راني وصيف محمودة تيجاني أو راني وصيف مملوك سيدي حمد شريف تقول كيفو لقسم السوداني ما تقول كيفو حبو ساكن جانب نشيف نعمل وليفو روى وخلاني راني وصيف محمودة تيجاني جانا في حلو من عين ماضي لين ارحل حين نوصلو شاهدتو بعياني حين نوصلو لحباب سيدي فزعو الكل حار العقلو في العز الرباني راني وصيفو مملوك لا تيجاني. نتفكر البني بني لتضربو على الحيط يرجع يغني، نتفكر السوق والناس تدز هذي عارك الاخر يحز، نتفكر حسون البهلول اللي يخاف من الصغار اللي يجري بالسواني من الكوشة للدار، نتفكر حانوت الحجام لكلها حديث لكلها كلام، الحجام يحجم الروس يعمل المغايث يقلع الزروس، الباش محرك يصول ويجول يحظف القايمة مشغول، العيد أكبر المناسبات يلزموا قاوق وتشريفات، نتفكر أولاد الكتاب مع الهلالو طهور صاحبهم فرحة كبيرة، وهللوا وكبروا تكبيرة صلوا على محمد كثيرة، موزيكة الناصرية قدام دار الطور وشق وداد وريحة بخور. وإذا مازال شوية نختموها بتيجانية. أشبيك أشبيك شعلت فيا أشبيك هجت عليا، سامحني لله ذكر اللي مازال نسلمه في اللمة واللي ثمة ونسهروا مع دو دمة. الليلة آه يا ليل جيت نشكي لك ونبوح لك بلوعتي وقليل، الليلة اه يا ليل جيت نشكيلك ونبوح لك بلوعتي وقليل، اسمعني وخبي كل ما نحكي لك وخلي سري وخلي سري وخلي سري وخلي سري وخلي سري ما بينك وبيني، ليلي يا ليل ليلي يا ليل ليلي يا ليل ليلي يا ليل وخلي سري ما بينك وبيني. دكتور لو كان نفكرك في الكتاب الصغيرات في النهار في رمضان في الكتاب، اي يقراوا في الكتاب، والكتاب ما يدخلش في المهرجانات في المولد يقرا قران ويروحوا، المهرجانات في الكتاب هي بمناسبه المولد النبوي الشريف من دخول شهر ربيع نبداو في الكتاب نقصدوا البرده والهمزيه، نبداو نقصدوا البرده والهمزيه، هذاك فما حبوس عون من عند شيخ المدينة يجيب لنا من جمعية الأوقاف ويوزع علينا قلبات العيد ليلة المولد، يدور على الكتاب يعطي لكل تلميذ 7 سوردي، المليم هو الفرنك أقسمه على 20 يعطي سوردي، 7 سوردي لكل تلميذ والمد بياخذ 3 فرنك. هذا الكاشي هذا الكاشي هذا الحبس
كيما حكيت لك انا وقت حكيت لك نمشيو للسمعه ليله اللي نمشيو للسمعه ونباتوا ليله كامله في السمعه وحنا نقصدوا ونغنيوا وانا وعمكم يسترنان وجماعه يجيبوا لي الصماط يقولوا لي الصماط الكاشي نتاعنا من الحبس يجيبوا لي دورو دورو كامل فهمتني. اما الكتاب هذاك خاص بالقران نتفكر عندنا كتاب في لهج باب الفله بحث سيد البشير المدب نتاعو مسكين في اخر عمره دخل بعض اي دخل يقولوا في تونس البس فلت له شويه ايوه ولا في القايله يرقد يرقد ويحط حكه النفع بحذاه ويجي للاولاد يقول لهم لبعد يا كلابي اللي ما تحشموش لو كان واحد منكم يحط لي النفع في خشمي الا ما نصرحوا شو نصرحوا معناها نبعث يروح وشكون ما يحبش يروح من الاولاد يبداوا شادين الصف يهز الطريف نفه ويحطها بحذا خشم شيخ المدب يعمل ويسب اذهب لبعد روح يعني ما تحشمش واحد الكل اوكم هشم مش هو اللي نف الاخر عطاه رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسياد وفاك يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك بحملك لمحمد رب السماء شوال شهر رابع والنور منه ساطع شوال شهر رابع والنور منه ساطع ولد الحبيب وراك ساجد إلى مولاك يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك بحملك لمحمد رب السماء هناك دكتور لو كان نرجع بذكريات المجالس الأدبية ينعم سيدي في شهر رمضان المبارك في شهر رمضان المبارك مجالس أدبية موجودة حسب الناس ودرجاتهم الناس الأدباء عندهم مجالس أدبية ممتازة في البيوت كان فما مجلس ممتاز جدا في بيت سي مصطفى آغا في الكرم كان مجلس أدبي وتاريخي في سيدي بوسعيد في بيت سي محمد خيار الدين كانوا مجالس أدبية في تونس في كثير من أغلب مشايخ جامع الزيتونة عندهم مدارس ما يعني مجالس أدبية ومجالس علمية فما اللي يقرأوا البخاري وفما اللي عندهم حصص أدبية ويراجعوا أنا نعرف الشيخ عبد السلام التونسي قعد سنوات يمشي يهز الشيخ الكبادي من داره ويجيبوا بحذاه باش يعشيوا مع بعضهم ولا يسهروا مع بعضهم حول كتاب من كتب الأدب وعمل ملفات بعد يقولوا لي اخذها بعد وفاته تلميذه هو اعترف له الشيخ الفاضل بن عاشور الله يرحمه فهمتني مجالس ممتازه جدا اما المجلس الادبي اللي انتج الاغاني هو مجلس الرشيديه يتجدد اللقاء مع الدكتور صلاح المهدي في لقاء قادم مع مشوار الذكريات ذكريات رمضان ايام زمان الان لحظات للذكرى والحنين الفنانة التونسية الكبيرة الراحلة فتحية خيري في هذا التسجيل النادر وفي هذه الرائعة للسيد درويش أنا هويت وانتهيت أنا هويت وانتهيت وليها لو العزول إيه حبي إني أقول يا ريت الحب ده ما
العيدة ولا في المنام. ما فيش كده كده ولا في المنام أنا وحبيبي. ما فيش كده ولا في المنام أنا وحبيبي. أنا وحبيبي في الغرام. أنا وحبيبي في الغرام. أنا وحبيبي في الغرام. ما فيش كده أنا وحبيبي في الغرام. ما فيش كده 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 ما فيش كده ولا في المنام أنا وحبيبي. إذن هكذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الرمضاني أيام زمان. أملنا أن نكون قد وفقنا في نيل رضاكم إلى أن يجمعنا لقاء جديد. نتمنى لكم أسعد الأوقات. نتمنى لكم بقية سهرة رمضانية شيقة وممتعة. إلى اللقاء. وحكى قضيه